كاسب كاسب حضرتك كاسب حاجه اللي انت عايز تعمله له فعلا. برضه هو هنا برضه مش فيكسد كاسب عامل لك برضه هو هنا مش فيكسد كاسب. الزاويه بتاعتك شويه الزاويه قلت طبعا. ما هو انت كده كومبرومايزنج الزاويه يعني او يعني ايه يعني كده خاطرت بموضوع الزاويه يعني. بس يعني لو العين مش عارف ينام برون ما عندكش حل الا كده يعني. ممكن تحط حاجه وتعلي بيها الكاست او ممكن تحط الكاست على ايه؟ على التيبل اب. وفي عينين كتير ما بيقدروش ينام برون. هي دي المشكله يعني. هو انت فعلا في عينين عندك كتير ما بيقدروش ينام برون. الباتيلا هو غالبا ما حدش بيطلب الباتيلا الوحيده في السكاي لاين اللي هو ايه اللي هو اخر واحد. السكاي لاين دوت اللي هو السوبيري والشاكس. ايه؟ ميرشنت. ميرشنت سكاي لاين اكسيال انفيرو سوبيريور هو الاربع اسامي بيمشوا عليه تمام؟ البي اي بيوضح الباتيلا شويه البي اي شبه الفانل يعني مش مختلف عن الفانل يعني. اللاترال هو اللاترال العالي بتاعنا الاوبليك اللي هو ايه؟ اللاترال اللي انا مش عايزه تطلعه. البوستور انتيريور زمان زي ما احنا ما قلنا هو بيبقى برون الليج بتبقى اكستندد تمام وبعد كده ايه بحط الباتيلا على فيلم وبعمل فليكشن للنير فليكشن بسيط تمام. فهو نفس فكره الايه نفس فكره الايه الفرامل بس الشعاع يعني ما بعملوش بزاويه كبيره يعني انا بعمله فيرتيكال وبحطه على ايه على برضه فيرتيكال تمام. هو الفيو حتى لو كان ضربته هنا الفيو زي الايه زي زي الطنل بالظبط تمام مفيش فرق بينه وبين الطنل كتير تمام. السكاي لاين طبعا يعني هو عايز يشوف بقى البتيلو فيمورال كومبارتمنت او البتيلو فيمورال جوينت زي ما احنا قلنا عايز اشوف فيه مثلا سبلكسيشن ولا لا. احنا قلنا سبلكسيشن يعني ايه؟ خلع بسيط تمام. الكونترومانيشيا باتيلا هي ده مرض يعني ايه مع الخشونه مع الحاجات اللي هي بتاعت الخشونه ان انا بلاقي اللي هو السطح اللي بيتمفصل مع الفيمر متاكل يعني سطح الباتيلا دوت متاكل. فسطح الباتيلا المتاكل دوت بسميه ايه؟ كونترومانيشيا باتيلا. هو اسمه معقد شويه يعني بس هو مختصر ايه؟ خشونه. بشوف طبعا لو في اي كسر في الايه؟ في الباتيلا تمام؟ ده الفيو بتاعنا تمام؟ هو طبعا ده طبعا يعني دي صوره فيها خشونه واضحه يعني تمام؟ عندنا فلوس هنا اهوت وعندنا الارتيكولاسيتس دوت شكله ايه؟ معرض في ايه سكليروز زياده. سكليروز يعني ايه؟ يعني لونه ابيض بزياده تمام. دي الباتيلا ودي الفيمر ماشي. طبعا الجزء اللي بيتمفصل الفيمر مع الباتيلا ما فيه قدامي خالص والمفصل واضح قدامي خالص. فالفيو ده مهم مهم فعلا. ايه لو انا عايز اشوف الايه المفصل اللي ما بين الباتيلا وما بين ايه الفيمر. انا عارف دوت يعني ما فيهوش حاجه ده اللي هو العادي بتاعنا يعني العين هي بروندي غلط بروندي غلط. العين سباين طبعا تمام. ايه؟ ما هي دول تعملها برون تمام بس هي ما بتبقاش الصوره دي. تمام. العيان سوباين وبيبقى ماسك الكاسيت تمام ويبقى الانجل بتاعتي بتبقى فينيان تقريبا 30 ديجري تمام. والسنتر بتاعنا بيبقى عند الايبكس بتاع الباتيلا ماشي. جميل. الصوره الثانيه هي واضحه الايه؟ ده احسن يعني هو احسن من البرون احسن من البرون واسهل. هو عموما انت لما تلاقي العيان برون هو العيان ما بيبقاش مبسوط يعني. احنا حتى وقت الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها دوبلر والعيان برون العيان ما بيبقاش مبسوط وبيبقى عايز يتقلب وغالبا ما بيعرفش ينام برون وبتاخده على جنبه. فهو طبعا لو انت هتنام العيان سباين ده احسن تمام. فانت هتنام العيان سباين هتعمل فيكشن للبيه وهتخليه يمسك الكاست او يحط الكاست على ايه على نام على ركبته والريل بتاعك بيبقى ايه كرينيوم 30 درجه تمام.